البترولية العالمية في الوقت الحالي، تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتوقع أن يزيد بنسبة كبيرة تبلغ 30% خلال العقدين المقبلين. وتعتز المملكة العربية السعودية بدورها الريادي في العمل على ضمان إمدادات موثوقة من الطاقة لدفع المحركات الاقتصادية والاجتماعية في العالم والمساعدة في استمرارها، بما في ذلك دفع عجلة الاقتصاديات سريعة النمو في دول مثل الصين والهند وهنا في الشرق الأوسط. فامتلاك المملكة لأضخم احتياطي عالمي من النفط الخام وقدرتها الإنتاجية التي لا تضاهى، إلى جانب دورها في استقرار الأسواق العالمية، يضعها في موقع فريد يحتم عليها تطوير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة، وفي نفس الوقت المتابعة الآنية للتطورات التقنية في هذا المجال. وقد أسهمت ثقافة الابتكار في أرامكو السعودية في تحولنا من مجرد مستخدم للتقنية إلى لعب دور رئيس في وضع برنامج للبحث والتطوير في مجال الصناعة البترولية العالمية، وبخاصة فيما يتعلق بطرق التنقيب عن الطاقة وإنتاجها واستخدامها على نحو أكثر كفاءة وبأعلى عائد ممكن. ولقد قامت أرامكو السعودية بتطوير العديد من التقنيات المتقدمة، ولكن لضيق الوقت سأستعرض عليكم أحد هذه التقنيات، وهي تطوير تقنيات النانو في مجال التنقيب والإنتاج، التي بلغت مرحلة متقدمة جديدة مع قيامنا بأول اختبار ميداني حي لحقن مجسات النانو التي يبلغ حجمها 1/10,000 من حجم الشعرة البشرية، والتي يمكنها المرور عبر المسام الدقيقة لصخور المكامن، بحيث يمكن مستقبلا توصيفها وتسجيل معلوماتها وحتى تغيير خصائصها. وقد كان هذا قبل سنوات قليلة ضربا من الخيال العلمي، ولقد تحقق هذا النجاح المشترك من خلال بيئة تشجع التفكير الإبداعي والالتزام بالاستثمار طويل المدى في التقنية والتركيز على أجراء أعمال البحوث والتطوير عبر مراكز متخصصة في الشركة، إلى جانب تطوير المواهب البشرية على المدى الطويل من خلال إلحاقهم بجامعات عالمية مرموقة للحصول على الشهادات العليا. وعليه فقد تجلت في هذه التجربة العناصر الخمسة التي عرضناها سابقا وساهمت بشكل فعال في إنجازها. أيها الحضور الكريم، أين نحن كأمة الآن وفي المستقبل؟ هل سنخوض سباق التقنية والنمو الاقتصادي مع الأمم الأخرى، أم سنكون من المتفرجين فقط على هذا السباق؟ هل سنردم الفجوة بيننا وبين الأمم المتقدمة، أم أن هذه الفجوة ستتسع؟ وهل سنستطيع استخلال الفوائد المضافة من مصادرنا الطبيعية عن طريق الابتكار والإنتاجية لقوانا البشرية؟ هل سنكون مصدرا للمعرفة ذات المردود الاقتصادي العالي، أم مجرد مستهلكين لهذه المعرفة؟ لقد أنعم الله علينا في الدول العربية بمزايا هائلة، أعظمها دون شك هو العنصر البشري. فالأعداد الكبيرة من الشباب لدينا يمكن أن تكون عناصر تحول اقتصادي واجتماعي فاعلة، وعليها يعقد الأمل لصنع مستقبل مشرق لهذه الأمة. إننا عندما ننظر الآن إلى شباب العالم العربي نرى فجوة كبيرة بينهم وبين شباب الأمم التي تتسارع خطاها في مجال التنمية الاقتصادية والتقنية وفي المقومات الأساسية التي تؤهل الجيل القادم لإحداث تغيير كبير. فإذا عقدنا العزم وصممنا على التغيير، فإن هذا يتطلب تخطيطا شاملا، ليس فقط للتوجيه بل لإعادة تشكيل الطاقة البشرية في العالم العربي لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات والأخذ بزمام المبادرة.
ولا شك لدي أن هذه رحلة صعبة محفوفة بالتحديات، ولكن في نفس الوقت لا ينقصني اليقين أن ثمار هذه الرحلة جديرة بتحمل كل المشاق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.